قدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن الجيش المصري قادر على تحقيق البطولات والانتصارات في مجال المعارك العسكرية النظامية وغير النظامية، حيث استطاع دحر التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع رجال الشرطة. إن افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسنا الموقر يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالية علينا جميعا، وهي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وهي الذكرى 49 لهذا النصر المبين. فأنتهز هذه الفرصة لأقدم باسمنا جميعا تحية وتقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل الذي نصفه دوما بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال العظام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دوما للإرادة الشعبية. فما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدا من أقوى الجيوش وأقدرها، ليس فقط في مجال المعارك العسكرية النظامية بل والمعارك غير النظامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع أشقائهم من رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالاتهم المخلصين لوطنهم إلى أن ساد الأمن والأمان في ربوع البلاد.